باسم ربنا يسوع المسيح، خاضعين بعضكم لبعض بمخافة الله. أيتها النساء اخضعن لرجالكن كخضوعكن للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح هو رأس الكنيسة وهو نفسه مخلص الجسد. فكما تخضع الكنيسة للمسيح، كذلك أيضا لتخضع النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال، أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وبذل نفسه لأجلها ليقدسها مطهرا إياها بحميم الماء بكلمته، ليمثلها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا وسخ ولا شيء مثل ذلك، بل تكون مقدسة منزهة عن كل عيب. هكذا يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته إنما يحب ذاته، فإنه ليس أحد يبغض جسده قط، بل يغذيه ويربيه كما يعامل المسيح الكنيسة. فإنا نحن أعضاء جسده من لحمه ومن عظامه، لذلك يترك الإنسان أباه وأمه ويلازم امرأته فيصيران كلاهما جسدا واحدا. إن هذا السر العظيم هو، وأنا أقول هذا بالنسبة إلى المسيح والكنيسة. وأنتم أيضا فليحب كل واحد منكم امرأته كنفسه. والمرأة يجب أن تهاب رجلا